عام 1915 جرت بالمناسبة برضو مذابح للأرمن المسيحيين الأرمن في منطقة دير الزور والصحراء السورية والحدود التركية السورية الآن اللي هي كانت في الدولة العثمانية. مر عليها 102 عام، 102 عام هذه المذابح اللي بتضارع وبتزيد أكثر إيلام وأكثر فجر من محارق اليهود. هذه المذابح مر عليها 102 عام، كانت في 1915 قامت بها الدولة العثمانية ضد الأرمن، وتم إجلاء الأرمن من بيوتهم داخل الدولة العثمانية وتم ترحيلهم إلى الصحراء. بيقولوا الأتراك إن إحنا لم نبيد الأرمن. أمال مين اللي أباد الأرمن؟ قالوا هم اللي ماتوا لوحدهم. أو دي حقيقة، الأتراك العثمانيين خدوا الأرمن ورموهم في الصحراء فماتوا عطشا وماتوا جوعا وماتوا خوفا. لذلك الأتراك دلوقتي يقولوا إحنا لم نقوم بإبادتهم، ما قتلناهمش. طبعا هذا الكلام كلام كاذب. النهاردة رجب طيب أردوغان بيرسل برسالة تعزية، هذه الرسالة لم يعتذر فيها ولم يعترف فيها حتى الآن بإقامة هذه المذابح، ولم يعتذر للأجيال الحالية، لكن لا يضيع حق وراءه مطالب. قضية الأرمن رغم مرور 102 عام على هذه المذابح إلا أنه أنا أتصور أنه التاريخ لن يرحم أحد.